الأستاذة منى بتقول عملت عملية إجهاض من أسبوع، وكان ده قبل ما تبلغ أو يبلغ عمر الجنين 40 يوم، يعني قبل نفخ الروح. فهي سألت في دار الإفتاء اللي عملته ده يعني في مشكلة بالنسبة لها يعني، فهم أجابوها بإنه ما فيش مشكلة. احنا قلنا قبل كده انه لا حرج في ذلك شرعا، وما تم الافتاء به صحيح اللي هو قبل نفخ الروح، فما افتوك به مظبوط يا استاذه منى.